الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الشيء الصغير والشيء الكبير، قد يكونان في الشكل متشابهين وفي المضمون مختلفين، صك بمبلغ 100 دينار وصك بمبلغ 1,000,000 دينار، في الشكل متشابهان، في واقعهما مختلفان اختلافا كبيرا. هكذا في الأخطاء أيضا، أحيانا خطأان في الشكل متشابهان، في الواقع مختلفان اختلافا كبيرا. خطأ واحد من شخصين مختلفين يكون مختلفا. الخطأ الذي يصدر من إنسان عادي نفس ذلك الخطأ إذا صدر من إنسان عظيم يختلف. إحدى الأخطاء الكبيرة الجسيمة بل إحدى مصادر الأخطاء عندنا، هذا ليس خطأ فقط، هو مصدر للأخطاء، هو ضعف المعرفة
بقيمة أنفسنا. وأحيانا أكثر من هذا، أشد من هذا، أحيانا عدم المعرفة بقيمة أنفسنا. هذا ليس خطأ، هذا من مصادر الأخطاء أصلا، عشرات مئات آلاف أكثر من الأخطاء تصدر بسبب هذه المشكلة، أننا لا نعرف قيمة أنفسنا أو معرفتنا بقيمة أنفسنا ضعيفة. هناك عجائب تعودنا عليها، هي عجائب. شيعي يرتكب ذنوبا، هذا لو تأملنا فيه لوجدناه عجيبا جدا جدا جدا. التعود جعل هذا الأمر غير عجيب، هو عجيب جدا. شيعي يرتكب ذنوبا، لاحظوا، أمثل لكم بمثال. شخص من عائلة مرموقة جدا، ثرية جدا، بالإضافة إلى ذلك محبوب بين الناس، الناس يحبونه، يعشقونه، الناس يطيعونه، الناس يسمعون له، ما يريده ينفذون له، هذه المكانة السامية عند الناس. هل يعقل أن هذا الشخص يضحي بهذه المكانة السامية من أجل وجبة طعام مثلا؟ غير ممكن، غير ممكن. يضحي مثلا بهذه المكانة السامية في قلوب الناس في المجتمع لأجل مثلا تدخين سجارة مثلا، لأجل الذهاب إلى مكان عادي؟ لا، غير ممكن أصلا أن يفعل ذلك. لا يضحي بهذا الشيء الثمين من أجل شيء تافه. إذا كان يعرف قيمة ما عنده من المكانة الاجتماعية، من الإطاعة في عند الناس، من المحبة في قلوب الناس، أما إذا كان لا يعرف ذلك، لا يعرف قيمة ما عنده، يضحي بهذا الشيء الثمين لأنه لا يعرف قيمته. شخص عنده حجر ثمين لا يضحي بهذا الحجر الثمين في مقابل دينار مثلا، أما إذا كان لا يعرف قيمة هذا الحجر الثمين، نعم يعطي هذا الحجر الثمين في مقابل دينار لأنه لا يعرف قيمته. إخواني، الشيعي عنده شيء جدا ثمين. أصلا كلمة الثمين والمفاهيم عندنا من هذه الكلمة والمصادق عندنا من هذه الكلمة لا تسوى أن تقاس بالتشيع الذي عندنا. الشيعة عندهم شيء أثمن من الدنيا وما فيها. يعقل أن يضحوا بهذا الشيء الثمين بهذه الدرجة من أجل عمل تافه، لذة سريعة الزوال؟ معقول؟ الذنب ما هو؟ الذنب لذة أحيانا في أفضل الفروض، لذة سريعة الزوال، لذة قصيرة، لذة لثواني، الذنب هكذا. يعقل أن الذي عنده هذا الشيء الثمين يضحي بهذا الشيء الثمين من أجل ذنب؟ معقول أصلا؟ ما الذي عندهم الشيعة؟ الشيعة ماذا عندهم؟ أولا، ثانيا، ثالثا. أولا، الشيعة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، كما تحدث عنهم القرآن الكريم،
والأحاديث القدسية، كلام الله عز وجل في الشيعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الكلمة نفهم معناها أصلا؟ خير البرية نفهم يعني ماذا؟ والروايات الشريفة في مصادر الشيعة والعامة متفقة على أن الآية المباركة نزلت في شأن شيعة علي صلوات الله عليه. في مصادر الشيعة وفي مصادر العامة طبعا. والآيات والآيات، كتاب اسمه الشيعة في القرآن، راجعوا هذا الكتاب. الآيات القرآنية التي نزلت في شأن الشيعة وذلك من مصادر العامة. ناهيك عن مصادر الشيعة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في من نزلت هذه الآية؟ راجعوا مصادر الشيعة، راجعوا حتى تفاسير العامة. هم شيعة علي صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والآيات القرآنية، والآيات القرآنية الكثيرة، الأحاديث القدسية، كلام الله سبحانه وتعالى في غير القرآن الكريم يسمى بالأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية عشرات من الأحاديث القدسية في شأن شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، الشيعة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله، شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة، حديث موجود في مصادر الشيعة في مصادر العامة. النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث العديدة، لا في الأحاديث الكثيرة، يبين بكل وضوح أن شيعة علي من أهل الجنة. غدا في يوم القيامة جيراني، لعله نص كلام النبي صلى الله عليه وآله، أو عفوا غدا في الجنة جيراني، نص الحديث الشريف أو قريب من النص الشريف، في الجنة جيراني رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. هذا شيء قليل؟ هذا الذي عند الشيعة؟ ثالثا، الشيعة كما وصفهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كم حديثا؟ 10، 100، أكثر، كتب ألفت في الأحاديث الشريفة التي وردت في شيعة علي. طبعا هذه الكتب ما أحصت، الاستقراء ليس استقراء تاما، استقراء ناقص، الأحاديث أكثر من ذلك بكثير، الموجود بأيدينا كثير جدا. ناهيك عن الأحاديث الشريفة التي أتلفت أحرقت. يكفينا حديث شريف واحد، الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعليه ما قال في أكثر من موطن، في أكثر من موقع، قال هذه الكلمة، قال: والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم. الشيعي يملك هكذا در ثمينة، هكذا كلمات عظيمة تبين مقامه. هل يعقل أن يضحي من يملك بهذا الشيء الثمين، يضحي من أجل لذة تافهة؟ حقا لا يعقل، لا يعقل، يكاد أن لا يصدق أصلا أن الشيعي يرتكب ذنوبا، غير معقول.
يضحي بهذا الشيء الثمين؟ قل لا، الشيعة لا يضحون، لا بأس أتنزل، هذه ليست تضحية بالتشيع، على الأقل هذه مجازفة بالتشيع. بعض الذنوب تسلب هذا الشيء الثمين كما حصل للبعض، البعض كان عنده هذا الشيء الثمين وسلب منه، صحيح أم لا؟ بعض الأعمال تسلب، بعض الأعمال السيئة، بعض الذنوب تجعل عاقبة الإنسان شرا والعياذ بالله. ممكن أن يسلب؟ نعم ممكن. ارتكاب الذنوب مجازفة إن لم تكن تضحية بالتشيع، مجازفة بالتشيع أم لا؟ الإنسان يجازف بهذا الشيء الثمين من أجل شيء تافه؟ حتى المجازفة يعني نوقع هذا الشيء الثمين في خطر، احتمال أن يسلب منا، احتمال. لا أتنزل أقل من هذا، على الأقل مجازفة ببعض المراتب، ببعض الدرجات من التشيع، هذا شيء قطعي بعد. لو لم تكن تضحية، لو لم تكن بأصل التشيع، فهي مجازفة ببعض الدرجات، هذا على الأقل. يعقل؟ لا يعقل، غير ممكن. فإذن لماذا يفعل البعض هذا الشيء؟ لنفس السبب الذي ذكرته في أول الكلام، عدم معرفة بقيمة أنفسنا، أو على الأقل ضعف المعرفة بقيمة أنفسنا، لا نعرف، نسمع ولكن لا نفهم، بعضنا لا نستوعب ما عندنا. أنا لا أقول انتسابنا لأهل البيت التشيع، الإنسان إذا كان يدرك لا يجازف به، أنا أقول انتسابنا ببعض الأشياء التي دون هذا الشيء، بعض الأشياء التي ليست بهذا المستوى، انتسابنا بتلك الأشياء لا نجازف به، انتسابنا لمرجع تقليد مقدس لا نجازف به من أجل توافه. لا أقول انتسابنا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ذاك عالي جدا، أنا منتسب لمرجع تقليد مقدس، وكيله من جماعته، من أصحابه، من أصدقائه، ممن حوله، من حاشيته، أي شيء كان، أجازف بهذا الانتساب؟ لا أجازف، المفروض أني لا أجازف. وبعضنا يجازف طبعا، وبعضنا يضحي لتوافه، سبني وأسبه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم الآية تقول يجوز لك، الذي سبك يجوز لك أن تسبه، ولكن هذا الانتساب تجازف به؟ هذا انتسابنا لمرجع تقليد مقدس هو خادم صغير من خدام المولى صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، ويفتخر بأن يكون خادما صغيرا، فكيف بانتسابنا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لا يمكن تصوره أصلا، إلا بسبب هذا الخطأ الذي قلت إنه من مصادر الأخطاء عندنا، عدم معرفة بقيمة ما عندنا. لا أعرف، لا أعرف أنني أمتلك دور درة لا قيمة لها، لا تثمن بالدنيا وما فيها، هذا شيء لا أعرفه. نعم، أو معرفتي ضعيفة، معرفة سطحية، لا أفهم، لا أستوعب، بأي تافه من التوافه أجازف بهذا الشيء الثمين، لا أضبط لحظة غضب، لا أضبط نفسي في طلب لذة محرمة، وأمثال ذلك، معرفة ضعيفة. المشكلة هذه، ولا تهنوا، يعني ماذا؟ يعني لا وهنة يعني ضعفة،
يعني لا تضعفوا عن مجابهة الأعداء من البشر. نعم صحيح، الآية المباركة تتحدث عن هذا، ولكن فقط هذا وهن؟ الوهن الأكبر من هذا، الأخطر من هذا، الأسوأ من هذا، الوهن أمام النفس الأمارة. مرة الإنسان يكون ضعيفا أمام عدو من البشر، مرة الإنسان يكون ضعيفا أمام نفسه الأمارة بالسوء، مرة يكون الإنسان ضعيفا أمام الشيطان، هذا وهن أم لا؟ الله عز وجل يقول ولا تهنوا، لا تكونوا ضعافا، لماذا؟ وأنتم الأعلون. عبر ما شئت، الأعلى أفعل التفضيل. الآن لا أريد أن أفسر هذه الكلمة. الله عز وجل لا يقول وأنتم العالون، يقول وأنتم الأعلون، فسر ما شئت هذه الكلمة، ولكن أفعل التفضيل هي أنت الأعلى. تضعف، تضعف عن مجابهة نفسك، عن مجابهة الشيطان. يعني أنت شيء، عندك شيء جدا قوي جدا ثمين، قوة خارقة عندك، أنت لا تضعف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بشرط، ما هو الشرط؟ إن كنتم مؤمنين. من هو المؤمن؟ أنا لا أقول، راجعوا تفاسير، حتى بعض تفاسير العامة في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، حتى نعرف من هو المؤمن. إن كنتم مؤمنين يعني ماذا؟ أحاديث وأحاديث. النبي صلى الله عليه وآله يقول في نص الحديث الشريف لعله أو مضمون الحديث الشريف، يخاطب أمير المؤمنين يقول قد أفلحوا بك يا علي. مقطع من حديث شريف قرأته قبل قليل، أنقل لكم هذا الحديث، حديث مختصر وأختم كلامي بهذا الحديث الشريف. الحديث الشريف رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بسند موثق عن ميسر. ميسر من يستفاد من مما كتب عنه، مما نقل عنه، أنه من خلص الشيعة، من خلص أصحاب المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يقول ميسر أو ميسر البعض قال، يقول قال لي الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما، أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ مجالس خاصة للشيعة. فقلت إي والله إنا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال الإمام أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن. الإمام هو معنا، لا معكم جسمانيا، أمامكم ترون وأراكم جسمانيا، أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم. الشيعي له رائحة طيبة، الناس لا يشمون هذه الرائحة الطيبة، أمامهم حجب، الملائكة تشم روائح كثيرة البشر لا يشمها البشر العادي،
الذي يحمل نفسا كبيرة، يحمل روحا طاهرة، يشم تلك الرائحة. والإمام يحلف هذا الشيء الثمين هذا، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم وإنكم على دين الله ودين ملائكته فأعينوا بورع واجتهاد. كلمتان في هذا الحديث الشريف لا ننساهما. الكلمة الأولى أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، هذا لا يجازف به، هذه درة لا يضحى بها. الإمام يقول هذه الكلمة، إمام معصوم قلبه وعاء لمشيئة الله، يقول لأحب ريحكم وأرواحكم، هذا الشيء لا يضحى به، لا يضحى به من أجل الدنيا وما فيها، لا أقول لا يضحى به من أجل ذنب تافه، لا يجازف به من أجل الدنيا وما فيها، لا لأجل ذنب صغير لا قيمة له. الكلمة الثانية فأعينوا بورع واجتهاد. أعينوا من؟ في بعض الأحاديث الشريفة ذكر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أعينوني بورع واجتهاد. البعض يحتمل احتمالات ثانية أيضا، أعينوا يعين بعضكم بعضا، أو أعينوا أنفسكم، النتيجة واحدة، وإن كان هناك بعض الاختلاف في هذه التفاصيل المختلفة. فأعينوا بورع واجتهاد، ما الفرق بين الورع والاجتهاد؟ واضح. الورع التجنب يعني عن الذنب مثلا، على الأقل عن الذنب، عن بعض الأشياء التي لا تناسب مقامكم، هذا كله ورع. اجتناب الأشياء هذا ورع عنها. اجتهاد عمل، ذاك ترك، هذا عمل، ترك الواجبات على الأقل، ترك المحرمات، إتيان الواجبات، هذا أقل شيء. فأعينوا بورع واجتهاد. بدأت الأشهر الثلاثة العظيمة منذ أيام، شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، هذه الأشهر الثلاثة التي هي من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فضل إضافي. البعض يحاول، والمفروض أن يكون المؤمن هكذا يرتقي في هذه الأشهر، أنا لا أقول نرتقي في هذه الأشهر، أنا أقول على الأقل لا ننزل، هذه الفرصة لا ننزل فيها، على الأقل إذا أردت والعياذ بالله تعالى أن أعمل ذنبا، والمستعان بالله والعياذ بالله سبحانه وتعالى، المستعان على الذنوب، على ترك الذنوب، الله هو المستعان. إذا أراد الإنسان أن يفعل ذنبا يتذكر أن هذا الذنب يخدش في هذه الدرة الثمينة التي عندي، خصوصا في هذه الأشهر على الأقل. لا نصعد، إن شاء الله نصعد، إن كنا لا نصعد في هذا الشهر لا ننزل على الأقل هذا. ولا تهنوا، لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ابتدأت وأنتهي لنعرف قيمة أنفسنا فقط. الجهل بقيمة أنفسنا نزيحه، هذا يكفي، مصدر من مصادر الخطأ نغلق بابه بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام المباركة المليئة بذكريات
أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بمكانة محمد وآل محمد عنده، بحبه لهم، بحبهم له. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.